بعث صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه بمناسبه الذكرى السنويه للعيد الوطني لدوله الكويت وذكرى يوم التحرير. واعرب سموه في البرقيه عن اطيب تهانيه وتمنياته لسمو امير دوله الكويت بموفور الصحه والسعاده ولشعب دوله الكويت الشقيق تحقيق المزيد من التقدم النمائي في ظل قياده امير دوله الكويت. وبهذه المناسبه اشاد سموه بما تشهده دوله الكويت من انجازات حضاريه وتنمويه شامله عززت دورها البارز ورسخت مكانتها وسط المجتمع الدولي. منوها سموه بعمق العلاقات الاخويه التاريخيه التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافه الاصعده والمستويات. مؤكدا سموه حرص مملكه البحرين الدائم على ترسيخ العلاقات الثنائيه المتميزه بين البلدين بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنئه مماثلتين الى اخي سمو الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح ولي عهد دوله الكويت الشقيقه واخيه سمو الشيخ احمد نواف الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بدوله الكويت الشقيقه